لنفهم أكثر ماذا تعني هذه الاستطلاعات، هذه من لوس أنجلوس من كاليفورنيا، هذا الدكتور آلان ليتشمان المؤرخ الأمريكي أستاذ التاريخ في الجامعة الأمريكية. أهلا وسهلا بك بروفيسور دكتور ليتشمان معنا في سباق القمة. أنا جدا سعيدة أن تعود إلينا، كان بيننا لقاء سابق وكنا نتحدث عن حظوظ بايدن. طيب الآن بايدن خارج السباق، ما هي حظوظ كامالا هاريس؟ ودعني أسألها مباشرة، هل هي أكبر من حظوظ الرئيس بايدن وبالتالي قد تنتصر على الرئيس السابق ترامب؟ نائبة الرئيسة هاريس لديها فرص عالية لتتغلب على ترامب، ليس بسبب الأرقام التي ذكرتها، ولكن يجب أن نتذكر أن هذه الأرقام هي تسبق الانتخابات فقط بأربعة أشهر. لا يجب أن ننسى أيضا أن هاريس لم تسمى بعد أو ترشح بشكل رسمي، يجب أن ننتظر حتى المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي. لذلك كما تعرفين أنا أعتمد على المفاتيح 13 للبيت الأبيض، وهذا النظام صح دائما منذ أن تنبأت فوز رونالد ريغان في ذلك الوقت، بالإضافة إلى الركود الكبير الذي عانت منه الولايات المتحدة الأمريكية وكيف أثر ذلك على الانتخابات. إذن هنا نتحدث عن طريقة الانتخاب وكيف ترتفع الأصوات أو تنخفض بناء على أداء هذا المرشح، وهناك ستة من هذه المفاتيح التي تتوقع من سيكون الخاسر أو من سيكون الرابح. ولكن انسحاب بايدن طبعا كلف الديمقراطيين أحد هذه المفاتيح وهو مفتاح الاستمرارية، ولكن عبر التفاف الديمقراطيين خلف كامالا هاريس كما يبدو حافظوا على مفتاح آخر وهو هو الحزب الداخلي أو الوضع الداخلي للحزب، ما يعني أن الديمقراطيين إذا ما اتفقوا على هاريس كسبوا ثلاثة من هذه المفاتيح الأساسية، ومنها مثلا الكاريزما. هذا يعني ثلاثة مفاتيح إضافية يجب أن تسقط لكي يسقط الديمقراطيون، ويجب أن ننظر الآن إلى المفاتيح الأربعة المتبقية ومنها مثلا دكتور ليتشمان. قبل لو سمحت لي فقط لحظات، أسف على المقاطعة، ولكن يعني أنت النظام الذي تضعه نظام دقيق ومعقد، وكما قلت يعني كان صالحا وكان صحيحا في أن يعرف من سيكون الرئيس منذ 30 عاما تقريبا، ما عدا حادثة واحدة كانت خاطئة. على كل الأحوال أريد هنا أن أتوقف عند فكرة الكاريزما دكتور ليتشمان. كثيرون قالوا إن السيدة هاريس لديها little time little charisma، القليل من الوقت القليل من الكاريزما. هل نتحدث هنا عن نفس الكاريزما، هذا المفتاح الذي تتحدث عنه؟ وهل تعتقد اليوم مع هذا الدعم الذي رأيناه، مع طريقة حضورها شاهدناها في خطابين لا بأس بهما، هل تعتقد بأنها تملك فعلا هذه الكاريزما؟ You have to read my book. صحيح، يجب أن تقرأوا كتابي الذي يتحدث عن تنبؤ من سيكون الرئيس لعام 2024 لفهم معايير الكاريزما، لأنها بالفعل معقدة جدا. وليكون هذا المفتاح لصالح المرشح، يجب أن يكون هذا المرشح استثنائيا بالفعل، ولديه قدرة كبيرة على إلهام الناخبين، ولدينا أشخاص نادرين جدا يتحلون بهذا الأمر. نتحدث عن ريغان، عن روزفلت. ريغان الذي فاز بستة انتخابات بهوامش عالية جدا، وبالتالي ليس هناك أي مؤشر بأن بايدن مثلا كان يتحلى بهذه الكاريزما، ولا هاريس. الديمقراطيون يستفيدون من أن دونالد ترامب أيضا لا يستوفي معايير الكاريزما
الكاريزما، وهي التي تقضي بأن يكون الشخص لديه قاعدة واسعة من الداعمين. فترامب لديه قاعدة ضيقة جدا من الأشخاص الذين يشعرون بأنه لديه كاريزما، على عكس ريغان، على عكس روزفلت. وبالتالي بين بالحزبين على الديمقراطي والجمهوري صعب جدا أن نجد هذا الأمر لدى ترامب، وبالتالي ولا أي من المرشحين يتحلى بهذا المفتاح. طيب، يعني أنت هذه الأشياء بأنها أول سيدة أصلا كانت نائبة، وستكون أول رئيسة في الولايات المتحدة، أول سيدة تشغل منصب الرئيس في الولايات المتحدة إذا ما نجحت. فكرة بأنها أول سيدة من أصل أفريقي تراها بأنها ليست بحجم هذه الكاريزما أو هذا مفتاح الكاريزما الضخم المعقد الذي تتحدث عنه. كلا، هذا ليس جزء من نظامي أصلا. كل 4 سنوات يقول لي أحد الناس يجب أن تغير هذا النظام وأن تغير هذه المفاتيح. لدينا سوابق كثيرة كما قلت، امرأة للمرة الأولى وهذا لم يسبق من قبل. هناك أيضا منصات التواصل الاجتماعي التي لم يكن لديها دور في الانتخابات الماضية، ولكن على الرغم من كل ذلك استطاعت مفاتيحي أن تتنبأ الانتخابات بشكل جيد. دائما ما هناك مش للخطأ، ولكن هذه المفاتيح هي أوسع من الاستثناءات لأنها متينة جدا من الناحية التطويرية، أو هي تعود إلى الستينيات عندما بدأت صناعة السيارات ولم يكن هناك تلفزيون، لم يكن أو الامرأة لم يكن يحق لها أن تصوت، وكان هناك أصلا العبودية ما زالت موجودة لأصحاب البشرة السوداء، وبالتالي النظام ما زال هو نفسه على الرغم من كل التقلبات. طيب، دعنا إذا نعود لهذا النظام الذي نتحدث عنه. أنت قلت بأن هناك 3 مفاتيح عليها أن تحافظ عليها أو يربحها الديمقراطيون ليروا نفسهم فعلا في نصر ووصول للبيت الأبيض، منها الحزب الثالث على ما أعتقد إذا صحيت، يعني قرأت أحد مقالات وأحد مقابلات معك، ومنها النجاح أو الفشل في سياسة خارجية. نعم، هذا صحيح. يجب أن نتذكر في تحليلنا للمفاتيح هناك 6 مفاتيح عندما تسقط يجب أن تسقط مفاتيح 3 أخرى للتنبؤ، منها الطرف الثالث أو الحزب الثالث، وهو أن يكون هناك انقلاب على الحزب الموجود أصلا الآن في البيت الأبيض، حيث يجب أن يتغلب الحزب الآخر. وبالتالي هنا علي أن أعتمد على استطلاعات الرأي، طبعا لكن أنا لا أخذ استطلاعات الرأي كما هي، لأن هناك الكثير من التفاصيل التي يجب أن أخذها بعين الاعتبار. أنا في الواقع أقسم هذه الاستطلاعات إلى نصفين، وبحلول المؤتمر الوطني للديمقراطيين وهناك سوف أتخذ قراري النهائي، سنرى إذا أو ما الذي سيحصل مع RFK جونيور المرشح من الطرف الثالث هذا، لأن هناك طريقة يؤثر فيها على الانتخابات. صحيح أن هناك أيضا مفتاح متعلق بالسياسة الخارجية، الديمقراطيون لم ينجحوا بعد في هذا المفتاح، ولكن قد يتمكنوا من النجاح إذا ما تمكن بايدن من إطلاق سراح بعض الرهائن بواسطة وساطة معينة في غزة. نعم، كل الشكر لك هذا الدكتور آلان ليتشمان المؤرخ الأمريكي وأستاذ التاريخ في الجامعة الأمريكية، حدثنا من لوس أنجلوس. شكرا لك. سباق القمم مستمر معكم مشاهدينا، نذهب إلى فاصل قصير وبعده أيضا نتحدث عن محاولة اغتيال ترامب التي أطاحت برئيسة جهاز الخدمة السرية، وبايدن يعلن تعيين مدير جديد قريبا. Obviously.
أهلا بكم جديد إلى سباق القمة. ذلك السلاح الذي طالما شهره بوجه بايدن يبدو أنه سيرفع بوجهه الآن، فالتقارير ترجح أن سيلا من الأسئلة المرتبطة بتقدمه بالسن ستبدأ بملاحقة ترامب الذي يقارن الآن بمنافسته المحتملة كامالا هاريس. فوفق التقارير فإن ترامب البالغ من العمر الآن 78 عاما هو أصبح أكبر مرشح رئاسي بتاريخ الولايات المتحدة، ويكبر هاريس ذات الأعوام 59 بنحو 22 عاما. هذا فارق كبير سيثير أسئلة لدى الناخبين الذين اعترضوا يوما ما على سن بايدن الكبير. وعلى اعتبار أن بايدن أصبح من الماضي الآن كمرشح، ترجح الغارديان في هذه المرحلة أن يكون هناك تركيز جديد على قدرات ترامب العقلية على خطاباته الانتخابية المشوشة والمرتبكة في كثير من الأحيان. ففي الشهر الماضي مثلا أخطأ ترامب في اسم طبيبه، وقبلها وفي مناسبات مختلفة بدأ وكأنه يعتقد أن باراك أوباما لا يزال رئيسا، وأخطأ كذلك في اعتبار منافسته الجمهورية اللدودة نيكي هيلي بأنها نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الديمقراطية السابقة. ترامب الذي يعادي هاريس علنا الآن طبيعة الحال سبق أن تبرع بمبلغ $6,000 أمريكي لدعم حملات إعادة انتخابها عندما كانت مدعية عامة لولاية كاليفورنيا قبل سنوات عدة. ووفق سجلات تمويل حملتها فإن ترامب قدم بالفعل $5,000 لحملة هاريس في سبتمبر عام 2011 و $1,000 في فبراير عام 2013، بينما منحت ابنته إيفانكا حملة هاريس $2,000 عام 2014.